كنا حابين نربحوا سيتو كنا متقدمين في النتيجه مي ما كتبش ربي الحمد لله دوك نسيو حنا الماتش هذا نركزوا في الماتش تاع تراكم مع السياسي ان شاء الله ان شاء الله نكملوا بهذا الريتم ان شاء الله في سلسله نتائج ايجابيه ان شاء الله. بالنسبه للاداء انا ما يعتبرش تعذر نظن باللي كان فيها اداء تحسن وقدرنا نعودوا في النتيجه اللي كنا متاخرين بهدف لصفر والحمد لله نشكر اللاعبين ادوا مقاوله بطوليه وما يخفاكش الانصار نظن راضين على الاداء والدليل لانه اللاعبين خرجوا تحت التصفيقات وان شاء الله احنا نزيدوا نخدموا ان شاء الله هذه مرحله العوده راح تكون صعيبه ان شاء الله ما نضيعوا حتى نقطه هنا داخل الديار ونسيو ان شاء الله نيغوسيو برا ان شاء الله الماكسيموم ان شاء الله نزيدوا حقوا نقاط افضل ان شاء الله وان شاء الله القادم يكون افضل باذن الله ان شاء الله. السيناريو تاع تلقي الاهداف في مقابله في ملعب تاع الزوان يتكرر هل هي والله صراحه انا نخليها في خانه الصدفه باسكو كاع الناس تتكلم وتقول بلي عندهم عقده داخل الديار نظن ما عندناش عقده نظن بلي اليوم ابليكينا الجو تاعنا وحطينا الكره في الارض كانت تلقينا هدف عن طريق ضربه جزاء نظن بلي الفريق خاص ما عندناش ما خلقناش صعوبات في الهجوم لكن احنا تقريبا سيطرنا على المقابله في الشوط الاول والثاني ونظن كان لنا عده فرص اللي ما استغليناهمش على العموم تكون مقابله ممتازه وقويه لكلا الطرفين ونتيجه مرضيه نظن بالنسبه للفريقين ان شاء الله. بهذه المناسبه ونتمنى ان شاء الله تستمر كما يقول لك النتائج الايجابيه تاع وفاق سطيف ان شاء الله في قادم المواعيد ان شاء الله. اش النتيجه تاع اليوم كتشوفها؟ احنا جينا هنا للوهران بغرض تاع الفوز
لا غالب ربي ما كتبش نقطة ثمينة تخلينا نكملوا المشوار إن شاء الله بأكثر قوة وأكثر عزيمة إن شاء الله باش نكونوا إن شاء الله في مقدمة الترتيب إن شاء الله. عودة الوفاق قوة في هذه المرحلة بالذات. الحمد لله كما يقول لك النية والعمل الصارم اللي يقوم به المدرب والطاقم الفني هو اللي خلانا نظهر بالوجه هذا. نتمنى إن شاء الله نكملوا بنفس الوتيرة ونفس العزيمة إن شاء الله ونفرحوا الأنصار تاعنا ونفرحوا مدينة سطيف إن شاء الله. جاي فريق سطيف اللي ما تعرفوا النتيجة اللي حصل عليها دينامو سي بروموطا كانوا حاضرين زيتي بلي موتيفي كانوا موتيفي المباراة هذه وشنا لي ديكلاراسيون قبل المقابلات والثقة بالنفس اللي كانت عندهم مي كي جاو شافوا فريق واقف في الميدان فريق حاضر فريق عنده إمكانيات قادر هو ثاني يقول الكلمة تاعو كونتر اون ايكيب فريق سطيف فريق نظن اللي عاد دانيالمو عنده فريق مليح والنتيجة إيجابية عدنا بها بالعباس كانوا حاضرين كانوا موتيفي وخرنا عمل الضغط ودخلنا درنا دجور داميني درنا دجور تاع الجروبمون اللاعبين كانوا واجدين حاضرين المقابلات هذه كانوا عازمين على ثلاث نقاط اليوم تخمنا نقص شويه فعاليه في الامام هي اللي خلت الفريق اليوم ما ندوش ثلاث نقاط ابار هذه نظن الفريق كان حاضر اليوم وكانت نقصه شويه فعاليه وثاني اللمسه الاخيره تاع اللي ما كانتش اليوم مونابار يوسف في لا ديرنيير باس هذه وشنا لي زاتاكو تاع خاصه في سور فلون دروا فلون غوش وين اللاعبين داروا بزاف الهجمات على الاطراف مي توجور لا ديرنيير باس هذه كانت تخص مي لو كانت اللي كنا قادرين نسجلوا وحنا ثاني كما هما درسوا الفريق تاعنا حنا ثاني درسنا الفريق تاع سطيف وعرفنا مين نفوتهم ودرنا خلقنا عده ثغرات مي ما كانش راري يوسف ما كانش حاضر جينا من على سان جو عندنا ديبلاسمون ثاني سطيف القسنطينه ان شاء الله دونك تكلمنا معاهم ونا بيزوان دو تول مون اليوم دخلنا لي جوار بالك اللي كانوا اكثر عندهم اكثر منافسه خاطر اللقاء هذا على بالنا بلي لانتونسيتي غادي تكون كبيره على خمنا ثاني عندنا مقابله تاع كاس من على خمس ايام جيست ابري ثاني عندنا مقابله تاع شباب قسنطينه حنا ونا بيزوان دو تول مون وتكلمنا معاهم بلي ثاني هما عندهم مكانه تاعهم ونا بيزوان دو تول مون وهذه هي ايزو اكسبتي نتمنى نشوف مقابله ثاني عاود يعودوا ان شاء الله ويكشفوا مع الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبيعي جدا اذا كان ما تربحش ما تخسرش هذه حاجه اخرى زيد لما شفت المباريات نتاع مونيتوران سي بون ايكيب سي ايكيب تكنيك سورتو اي او ميم تو عندها لا بوسونس اتليتيك معناها القدام كيف اللي متمثله في رشيد ناجي ولا في نمبر 7 اللي هبط من بعده دونك جماعه معناها اذا كان ما تعرفش كيفاش تقفلها وما تعرفش كيفاش تلعب معناها تنجم تخسر وتخسر خساره كبيره دونك اليوم يظل في بريمير ميتون ولو انه الكونسيرفاسيون لا بال معناها ما كانتش عندنا نحن ولكن الاخطر كان ستيف اللي تقريبا عندنا دو تروز اوكازيون نت بون دوزيام ميتون دونك بيناتي من هنا بيناتي من غاديكا دونك حتى ولو خلينا الاستحواذ شويه انا سوبي شويه في الاخر بكل في 20 مينوت الاخرانيين خلينا ولكن من غير خطوره تخطر معناها تذكر للمدير وهران بالنسبه لنا احنا الكونتور قاعد يماركي ان بوان بوزيتيف بور نو ان ادفيرسير ديريكت لعبنا له في ارضيه ميدان ونحن وياه في نفس لي بوان دونك خليناه معنا كيف الحمد لله والماتش هذا خلينا في السيكل نتاعنا البوزيتيف باش نحضروا الماتش نتاع سي اس اي ماتش الكوب الجمعه الجايه ان شاء الله مش رومانسي بين القلوب ما فيش حدود دونك بالنسبه لي انا جو كومبورت كوم سيتويان عادي معناها ديري انا كنت الجون تاع انا الجيريا وخدمت مع الجيريا ولعبت مع الجيريا مع تروا الجيريا لعبت كنت بالمناسبة تحية رزق عمروش لأنه صديق العزيز وماموش